بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حجاجنا معتمرين في من معينين، هذا هو شعارنا في شركة ليبرت الأسفار والسياحة، وإحنا تو الحمد لله تواصل معكم في رمضان المبارك، وهذا تو في الأسبوع الثاني معكم، والحمد لله رب إن شاء الله يكرمنا وتصير الفايدة ويكون البرنامج هذا فيه عطاء على القليلة، يعني أعطى الإضافة للناس اللي مش تقصد ربي للعمرة أو للحج. هذا هو مبتغانا احنا في شركة ليبرت الأسفار والسياحة، هو في اتجاه المشروع متاعنا اللي احنا اطلقناه من مدة، هو مشروع أفضل خدمة على الإطلاق في تونس، وإن شاء الله تكون إفادة طيبة لشركتنا والمعتمرين اللي معانا أو للشركات الثانية وكل معتمرين تونس والأمة الإسلامية قاطبة بإذن الله. فاحنا توا في الحلقة هذه نعمل الربط مع الحلقة الفارتة اللي هي حكينا فيها احنا وصلنا للمملكة العربية السعودية وجينا للمطار المدينة المنورة او مطار جدة ومطار الحجيج بجدة، وانطلقنا من مطار الحجيج الى مكة المكرمة، ومن المدينة المنورة انطلقنا الى الفندق وعملنا تشيكين كما يقولوا، معناها خذينا الغرف نتاعنا وفسرنا كيفاش راهو الباجاج نتاعنا مضمون، الواحد لازم يصبر عليه توا يجيه ما يقعدش يعني يقوم معناها باشياء اللي هي متوفره يتقلق نفسه عليها، هذا كله ما نحتاجوهش، احنا في راحتنا ناخذ غرفتنا حسب البرمجه المجدوله الموجوده، حسب عقدك اللي عندك، حسب الفندق اللي موجود، تاخذ حقك وتاخذ غرفتك بما يرضي الله عز وجل، وانت تسكن عن نفسك وتلتزم كذلك بالاوقات اللي مش يقولها لك المشرف اللي معك في الرحله هذيك. احنا اهم حاجه عندنا انه هو يكون عنده الباج، ويكون هو الراجل والمراه خاصه اللي ما هوش، فما ناس تمشي عمرها ما سافرت مثلا، ولا ما يعرفش يقرا، ما يعرفش معناها حتى اول مره يشوف مكان وهو ما شاء الله تبارك الله، يعني الروحانيه وحدها فقط تاثر على الانسان، فما بالك انه هو ماشي المكان يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني فماشي واحد يهبط في المطار المدينه المنوره مثلا ويشوف هو هبط باش يشوف جبل احد، معناها اللي هو جبل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبل نحبه هو يحبنا، معناها الانسان سبحان الله معناها مش اثر كبير جدا، او هو مثلا هبط في مطار جده باتجاه مكه مع الدعاء الموجود في 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 الحافله، ومع الانسان المرشد اللي معاه مش يبين له يعني انه هو قصد بتربي وداخل معناها اول مره في حياته يمكن شالها ولا حتى قد ما يمشي لها، ديما الانسان متعلق بتربي، فهو معناه دون ديزيموسيون معناه خاصه جدا، فهو احنا ماذا بينا يكون يتمتع بالديزيموسيون هذوما ويخليش حوايج ترتيبيه تنظيميه متوفره من عند الشركات، مثلا شركه ليبرت الاسفار والسياحه، ونتوقع كذلك متوفره من اكثر شركات العمره في تونس، فهذايا يخلي روحه هو معناها أليز، ما يقعدش متوتر ولا ما يقعدش معناها على أعصابه، هذاك أعصابه التوتر خليناه في الخدمة ولا خليناه في المشاغل اليومية بتاعنا، احنا ماشيين في سفرة باش نرتاحوا باش ناخذوا الزاد الروحاني الكبير، باش نتمتعوا بالصلاة في المسجد النبوي الشريف أو في مكة المكرمة، ونقوموا بالنسك بتاعنا وبالطواف وبالنسك العمرة، هذا هو الهدف بتاعنا. فاحنا توا مش نمشيو بعد ما حكينا على الامور الترتيبيه والتنظيميه وان احنا انتظمنا مع المجموعه ودخلنا في المجموعه وسكننا ومرتاحين، احنا توا مش نمشيو باش ما نضيعوش، قلنا راهو كي تمشي من المسجد للفندق لازمك تعرف المسافه هذيك وتعرف انت الطريقه اللي مش تاخذه ورقم الباب اللي انت في المدينه المنوره، مثلا احنا ارقام 16 و15 معروفه ومنظمين ما شاء الله تبارك الله بالقديم معناها سهله العمليه، لكن انسان لازم ولكن يكون عنده ملاحظه طيبه ويكون يمتثل للبرامج الموجوده باش يقعد ملتزم فيها وما يصيرش لخبطه في المجموعه كامله، وهو يكون كذلك في احسن الظروف يلتزم بك البادج ديما معاه، واذا كان نساء احنا كالحجاب نعطيهولها وكالساك نتاعها والراجل اللي عنده الكاسكيت باش يبدا هو ديما ايدونتيفيابل وديما معناها هكا معروف وقاعد في المجموعه، هذا يساعد على التنظيم. خلطنا وعرفنا ومشينا وجينا عرفنا بقوتنا، اش باش نعملوا سيتي؟ احنا جايين راهو باش نقوموا بالعباده نتاعنا، راهو باش نصليوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباش نزوروا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذايا احنا بالنسبه للنساء نعطيهم موعد، لانه زياره مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفتح في برمجه معينه اثر صلاه بعد صلاه العشاء او بعد صلاه الفجر، يعني هذايا يعني حسب الجدوله نتاع المسجد النبوي الشريف، احنا عندنا مشرفات على النساء في الاطار البشري اللي نوفروه متواجد عندنا، هذايا هو نساء باش يدخل مع نساء، نعطيهم موعد احنا
مش نجمعوا النساء الكل وندخلوا معاهم، لكن احنا كي مش ندخلوا مش نشوفوا دي كومبورتمون اخرين، مش نشوفوا عباد تمشي تقوم ببدع غريبه. يعني تخيل انت ناس تمشي تمسح على المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدا معناها كل واحده وتدز ومعناها فيها حوايج مش تشوفها غريبه. انت ما تتبعش الحوايج الخايبه، مش تتبع كاين الحوايج الطيبه، والمشرفه اللي مش تقول لك عليه باش تمشي فيه. انت مش تمشي باش تقوم بالصلاه فين؟ في الروضه الشريفه، والمكان متاع الروضه الشريفه معروف، هو محدد بزربيه خضراء اللون، زرابي كلها حمراء اللون. المكان اللي في الروضه الشريفه، يا رب يا رب يا رب يكرمنا واياكم بالصلاه في الروضه الشريفه يا رب العالمين. هذه يعني امنيه كل مسلم، ربي ان شاء الله ييسرها لكل معتمر ومعتمره وكل معناها منواها يا ربي يا كريم. فاحنا مش مشيو نلتزموا بالحسم الترتيب الموجود في داخل المسجد النبوي الشريف بالاوقات وبالصفوف الموجوده، لانه هما ما شاء الله تبارك الله يعني ضغط كبير، فهما يعني في الترتيب نتاع المسجد النبوي الشريف يعطيو يسمحوا للجنسيات، كل جنسيه منين تدخل، كيفاش التسريع معناها كيفاش المجموعات تتعدى. انت بالراحه اللي دزك خليه يتعدى، ما تقعدش تدز معاه، بالعكس خذ انت اجرك. هذا هو اللي ننصحوا به، ما هذا الازدحام هذا هو راه متواجد، لكن انت بالراحه، هو سبق خليه تمشي على نفسه. ثم تو تشوفوا عجائب وغرايب، تشوفوهم عجائب وغرايب، فهمتني؟ فما عباد تمشي غادي باش تدعي بغيرها، شنو انت ماشي باش تدعي؟ تدعي ربي باش يصلح بالك، ولا تدعي بجارتك عملت لك؟ هذه مثلا بالحوايج اللي معناها معناها تشوفها غريبه، ما تتبعهاش انت، ولا تمشي كل حد معناها اللي يهز في يده حاجه واللي يحب يمسح في يده طرف شليقه يمسحها، ولا هذا الشليقه هي لا تنفع للضر. النافع والضار هو المولى عز وجل، انت باش تدعيه، والمكان هذاك باش تدعي المولى عز وجل، والتوسل لله عز وجل. مش معناها تدعي تقولش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا الله، تقول يا الله، تقبل القبلة وتقول يا الله، ما تقولش يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك سيد محمد. فهذا هما نصائح يقولونكم المشرف اللي معاكم، واحنا هذا يعني يهمنا ياسر باش الانسان اعماله معناها اعماله تكون كلها معناها خالصه لوجه الله، وتكون معناها مقبوله باذن الله، وما تكونش فيها معناها بدعة، وما تكونش فيها معناها امور ما هيش من سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشهيه طيبه، والى اللقاء غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.